بسم الله الرحمن الرحيم. شابتر 6 بدأ فيه تطبيقات على التكامل المحدود. Applications of the Finite Integrals. التطبيقات طبعاً مش جديدة عليكم، برضو أكيد مر عليكم في توجيه، اللي هي حجوم الأجسام الدورانية. ما خدتوهاش؟ طيب إحنا أخذنا في سيكشن 5-6 أخذنا المساحة المحصورة بين منحنيين أو المساحة تحت منحنى. اليوم نأخذ هذه الحجوم، بدنا نركز فيها شوية، مش صعب، الكلام بسيط جدا. ممكن نستنتج من خلالها يعني حجوم أجسام إحنا أخذناها كقوانين، حجم الأسطوانة، حجم الكرة، الحاجات هذه ممكن نستخدمها أو نستنتجها باستخدام التكامل. طبعاً ممكن في كالكولاس 2 أو كالكولاس 3 الواحد يأخذ بالدبل انتجرال وتريبل انتجرال برضو يستنتج نفس القوانين هذه، يكون تكاملين مع بعض أو ثلاث تكاملات إلى آخره. إحنا اليوم نبدأ في حجوم الأجسام الدورانية. كبداية تعطيني حجم جسم صلب جاهز، مكون جاهز بدون دوران. طبعاً بعرف إنه لو عندي سطح ودار حول محور بكون لي مجسم، مظبوط ولا لا؟ بنتصورها ان شاء الله. لكن احنا الان حنبدا بمجسم جاهز. كويس؟ مجسم جاهز، نشوف كيف نحسب حجمه. هذا المجسم اذا احنا بنقدر نعرف مساحة المقطع. ايش يعني المقطع؟ لو جيت انا جبت مثلا اسطوانة زي علبة الكولا. أسطوانة مصمطة ملانة، يعني إيش ملانة؟ حديد كلها مصمطة، عارفين إحنا المصمط والفارغ، إيش مضغوط ملانة حديد، يعني كلها مصمطة ملانة مسكرة. الآن لو قصناها بشكل أفقي وطلعنا على الشكل بعد القص حنلاقي سطح دائرة، مظبوط ولا لا؟ لو جينا إحنا بدنا نأخذ شريحة منها، قصينا في الأول نصين مثلا او ربع، بعدين اخذنا شريحه رقيقه منها، هتكون عباره عن ايش؟ قرص دائري، صح؟ زي ايش نقول احنا؟ قرص، صح؟ عارفين زي الضواوي اللدات بكون قرص وعليه النقط هذه، فقرص دائري. فبقول انا لو عندي اسطوانه واخذت منها مقطع عرضي بحيث يكون عمودي على المحور تبعها، عارفين طبعا ممكن اخذ عمود على المحور او ممكن اخذها بميل، بكون شكل بصير عندي بعد القطع بصير عندي بالصوره هذه، وهذا هي بكون الشكل، صح؟ لو عملتها بميل، لكن عملتها راسي بيجينا بالصوره هذه. طبعا هذا كله متفضل، هذا اسطوانه. طب انا ما عنديش اسطوانه، الان بديلي ب هرم مثلا، هرم قائم، عارفين هالهرم ممكن يكون مائل ممكن يكون قائم، صح؟ طيب اذا كان الارتفاع بيجي من الراس على القاعده مباشره وعمودي عليها ويجي في مركزها بنسميه هرم قائم منتظم كمان الى اخره. لو انا عندي مجسم عارف شكله منتظم، يعني يا شكل اسطواني يا هرم يا مخروط، عارفين شكل المخروط كيف؟ نعم، زي دائرة بس بدالنا ممتدة فوق على شكل بالصورة هذه، صح؟ الصورة هذه زي القمع، هو القمع شكل مخروط، نعم. المهم أنا بعرف شكل المقطع تبعه، المخروط لو عملت مقطع يكون دائرة، بس الدائرة اللي هان أصغر من الدائرة اللي هان أصغر من اللي هان، تكون دوائر حسب المكان. فالمهم الشكل اللي أنا بدي أحسب حجمه لازم أكون بعرف شكل مقطعه وأقدر أحسب مساحة المقطع. مش هنتشعب كثير، هنأخذ حاجات محدودة وإحنا بنعرف. لو عرفت مساحة المقطع وعرفت مثلا على المخروط اللي أنا راسمه على فرض هذا الارتفاع تبعه من هل لهن، طبعا بيجي شكل ارتفاع عين، على فرض هذا الارتفاع طول مثلا 6 وحدات ونصف القطر قولي 3 وحدات، هذا الشكل انا لو جيت رسمته
على محاور الاحداثيات عشان اخضعه لاحداثيات السين والصاد الاكس والواي عشان اقدر اكمل. وجيت عملته بالصوره هذه هيك يا رفيق، بس بشكل منتظم هو يكون عندي مثلا لهان هاي لهانة مركز القاعدة، يكون هذا من الصفر، يكون هذه النقطة زي ما قلنا للستة. الآن المقطع تبعه لو بدي أخذ مقطع عمودي على محور إكس، مقطع عمودي، المقطع اللي بنطلعه حيطلع قرص، القرص هذا يتراوح نصف قطره ما بين الصفر للثلاثة. أنا قلت أنا مثلا نقول ثلاثة نصف القطر، ثلاثة اثنين أي حاجة، هذه المسافة مثلا نقول ثلاثة، يعني هذه من هنا لهنا هذه ثلاثة، من هنا لهنا صح؟ ثلاثة. الآن الديسك اللي أنا بدي أعمله أو القرص اللي بدي أعمله يتراوح نصف القطر من صفر لما يصل لثلاثة. لو جيت أنا أخذت المقطع على بعد إكس من الرأس صفر، حيكون هذه دائرة في المنطقة هذه. هذه الإكس قيمها تتراوح ما بين الصفر للستة، انسوني من نصف القطر، انسوني نصف القطر الآن. الإكس هذا قيمها ممكن أعمل المقطع هان، ممكن هان، ممكن هان، ممكن هان، قيم إكس هذه حتتحرك لي من صفر لست، من صفر لست هذا نعتبرها حدود التكامل، تمام؟ عشان أجيب حجم هذا الشكل بقول من صفر لست للـ AX DX. إيش الـ AX؟ هي مساحة المقطع، مساحة المقطع. المقطع اللي عندي عبارة عن إيش؟ دائرة. إيش مساحة الدائرة؟ مساحة الدائرة باي نقطة تربيع، صح؟ يبقى أنا بقدر أجيب باي نقطة تربيع، بدل ما أقول نقطة ممكن أقول إكس مثلاً، على فرض، على فرض إنه وين ما أعمل الديسك، مثلاً لو عملت الديسك أو الإكس عند الواحد بيكون نص قطر الدائرة واحد، لو عند اثنين يكون اثنين مثلا، بس كبداية، لو عند الثلاثة ثلاثة، عند الإكس هيكون هنا إكس، فهتكون مساحة المقطع من صفر لستة باي إكس تربيع دي إكس، تمام؟ وبقدر أكامل وبقدر أحسب إيش الحجم اللي بيطلع، مظبوط ولا لا؟ يبقى طريقة حساب الحجم في هذه الطريقة تبعتنا الأولى إن يكون في عندي مقطع للمجسم اللي عندي، هذا المقطع بعرف شكله وبقدر احسب مساحته. على فرض انه بدل ما هو مخروط، لو كان عندي هرم ثلاثي، هرم ثلاثي لو عملت له مقطع ايش حيطلع؟ مثلث. ايش مساحه المثلث؟ نص القاعده في الارتفاع. لو كان متوازي مستطيلات، او خلينا نقول بلاش نقول منشور، هرم رباعي، قاعده رباعي، المقطع حيكون مربع، صح؟ مربع رباعي طبعاً، إذا القاعدة مستطيل حيطلع المقطع مستطيل، وإذا القاعدة مربع حيطلع مربع. بعرف مساحة المستطيل ولا لا؟ بعرف مساحة المربع ولا لا؟ بتذكرينهن؟ الآن الطلاب عند شوفة الطلاب طلبوا من أكتب لهم مساحات عشان يعرف. طبعاً مساحة الدائرة إيش؟ باي نقطة تربيع. مساحة المربع معروفة، عارفين أنتوا، عارفين، عارفين طلع في نفس مساحة المستطيل قول في العرض، مساحة المثلث نص القاعدة في الارتفاع، مساحة المتوازي القاعدة ضرب الارتفاع، طول القاعدة ضرب الارتفاع، شبه المنحرف. طب في مساحة ثانية لمتوازي الأضلاع برضو، نص حاصل ضرب القطرين برضو، طول القطر الأول طول القطر الثاني ضرب نص، وشبه شبه المنحرف. طبعا مش حيلزم كل هذا، عادة بنجيب أشكال منتظمة عادة. نشوف المثال الأول. المثال الأول يقول a pyramid 3 meter high has a square base that is 3 meter on side. في عندنا هرم رباعي ارتفاعه 3 متر وطول ضلع قاعدته برضه 3 متر. The cross section of the pyramid، the cross section يعني المقطع
مقطع عرضي. المقطع العرضي the cross section of the pyramid perpendicular to the altitude. لو اخذت المقطع عمودي على المحور تبعه او على الارتفاع على بعد x متر from the vertex. vertex اللي هي الرأس، رأس الهرم. is a square x متر on a side. لما طبعا هو عندنا بدل ما هو مخروط عندنا ايش؟ هرم مرسوم قدامكم صح؟ بدل ما هو هيك مرسوم عندي هنا مربع. الرسمة بتغلب شوية ممكن نحله بدون رسم، ممكن نحله بدون رسم. هاي هذا مثلا هاي الرأس، هاي القاعدة 3 متر 3 متر. طبعا هذا القاعدة في نص، هذه مركز المربع. طبعا لما اعمل مربع انا مركزه تقاطع القطرين فهذا بتيجي، وهذا طبعا حيمتد. هذه المنطقة بتكون بين هذا محور الاكس، هذا القاعدة المربع، هذا الرأس هذا وضعناه عند نقطة الأصل عشان يسهل علي الأبعاد. بنحط عند نقطة، أنت حرة تحط إن شاء الله تحط الرأس عند الاثنين أو عند الخمسة أو عند السالب تسعة، أنت اللي حتغلب الحسابات. عشان هيك أنا بنحط الرأس عند الصفر، نبدأ بكل حاجة براحتك. هاي الهرم. الآن الهرم من هان لهان ثلاثة. القاعدة مربع طول ضلعه 3 متر. بقول لو جينا عملنا مقطع عمودي على الارتفاع تبعه على بعد اكس، يعني من هان لهان المسافة هذه اكس، حيكون عندي مربع. هذا المربع طول ضلعه اكس برضه. كويس؟ The cross section of the pyramid perpendicular to the altitude x متر from down. x متر اخذنا x متر down of the vertex، ابعادنا عن الراس مسافه x متر متر، حيطلع عندي مربع طول ضلعه برضه x متر. تمام؟ x متر from the vertex is a square x متر on a side. find the volume of the pyramid، اوجد حجم الهرم. كل اللي بدي اياه احسب مساحه سطح المقطع. المقطع عبارة عن قديش؟ عبارة عن ايش المربع؟ المربع مربع ما قلتها. شكل المقطع مربع، هرم رباعي. قاعدته قاعدته شكل رباعي، هاي هيك رباعي، وبجيب هاي الرأس هان، بيجي خط اللي هو الحرف هان، حرف هان، حرف هان، وحرف هان، والرأس رأسي فوق مركز هذا، بكون بالصورة هذه. تمام؟ الآن تصوروا 1 2 3 4 أهرف، وأجي أقطع بالنص حيطلع لي برضو شكل بس أصغر شوية. كل ما هي بصغر لما يصير صفر فوق صح؟ الآن هنا لو أبعدت عن الرأس مسافة إكس متر، حيطلع عندي مربع طول ضلع برضو إكس، طول ضلع المربع إكس. هذا المربع طلع عندي لما قصيت هان، طلع عندي مربع طول ضلع إكس. هذا المربع احنا بنسميه المقطع، مقطع الهرم. ايش شكل المقطع؟ مربع. قديش طول ضلعه؟ اكس. ايش مساحة المربع؟ اكس تربيع الضلع في نفسه. يبقى انا هيك بكون جبت الاي اكس، الاي اكس مساحته اكس تربيع صح؟ طيب الاكس تتراوح قيمها من وين لوين؟ الاكس هذه من صفر لا ثلاثة، هاي حدود التكامل. يبقى الفوليوم اللي يكون عندي هو التكامل من صفر لا ثلاثة لا إكس تربيع سي إكس. نكملها إكس تقريبا ثلاثة مرة باثنين مرة بالصفر وبطلع الحدود. خلص على المعطيات الموجودة بك من غير ما أرسم، من غير ما أرسم، لأنه بيقول لي هو مربع هرم ثلاثة رباعي قائم، قاعدة مربع طول ضلعه 3 متر. لو أخذت مقطع بحيث يكون عمود على المحور بيطلع عندك مربع برضو، المربع طول ضلعه إكس.
أعطاني كل المعطيات اللازمة. أنا بدور على المقطع بس. طريقة حساب الحجم هي معرفة المقطع شكله ومساحته. قال لي المقطع مربع وضلعه إكس، إيش ضل؟ يبقى مساحته إكس تربيع، يبقى بكامل بشوف إكس من وين لوين تتراوح وبنجيب المساحة. الآن بدنا نجيب أو ندخل على حجوم أجسام دورانية، يعني جسم ناتج من دوران. بالضبط، مستطيل بالضبط. طبعا احد الاضلاع اللي بده يدور حواليه انا بثبته على محور اكس، تمام؟ يعني بالضبط لو كنت انا مستطيل وحطيته هيك كمان، هذا المستطيل لو دار حول محور اكس حيعطيني ايش؟ اسطوانه. هاي نصف القطر صح؟ لانه هيجيني هذا وبرسم هيك شكل، بكون هاي نصف القطر وهي الارتفاع، مزبوط؟ ومنها بقدر احسب الحجم تبعه بالتكامل. اوكي، سوليدز اوف ريفوليوشن. الان بدنا اجسام دورانيه. ريفوليوشن لحالها احيانا بيقولوها ثوره، بمعنى ثوره ريفوليوشن. طيب ايش انتفاضه يعني؟ انتفاضه بيقولوها كمصطلح انجليزي احيانا بيقولوها انتفاضه، حتى عند اليهود عند الامريكان غيره بيقولوا، لكن كمصطلح انجليزي بيقولوا لها uprising. رايز يعني ايش؟ يرتفع، واب فوق، يعني كلها نهوض، يعني ثوره، كله ارتفاع في ارتفاع، يعني كله قام عمل. اسم الله عليك. uprising يعني ايش؟ ثوره. احنا هم نقول ريفوليوشن دوران، هذا دوران اجسام ناتجه من الدوران. الطريقه الاولى ذا ديسك ميثود. ايش يعني ديسك؟ ديسك المقعد، لكن القرص، عارفين القرص تبع الكمبيوتر بداخل الكمبيوتر كيف شكله؟ دائرة سلك من برا وفاضي من جوا، ولا كله بلاستيك؟ قرص ملان، صح ولا لا؟ يعني بالضبط زي ما نجيب خيار او جزر او بصلة واعمل سلايس، مش بقول سلايس تبعين الطبخ، يعني اجيب شريحة منها، حتطلع لي ايش؟ بيطلع لي قرص، صح؟ قرص. فاحنا بدنا نحسب الحجم عن طريق الديسك او القرص. طيب لو كان عندي طبعا انا عندي القاعدة جاهزة، بس بونا من القاعدة، لو عندي شكل زي اللي كان حنأخذ الآن y تساوي جذر x، ممكن نأخذ هذا من صفر مثلا نقول لاثنين لواحد لأربعة لستة لثمانية، أي رقم، هاي ثمانية، ثمانية لما x ثمانية قديش y تطلع؟ لما x ثمانية اثنين جذر اثنين، صح؟ لما اكس 8 و 4 في 2 مش مشكلة، خليها أربعة بطلع هنا قديش؟ يعني هذه النقطة بتكون ايش؟ 4 و 2. المهم هذا الخط لو دار حول محور اكس حيطلع لي مجسم، هيطلع مجسم. عشان نتصور شكل المجسم برسم زيه، ها تحت، بوصل بين هدول بخط دائري زي الدائرة هيك بالضبط، احنا زي الغطا فيه غطاء بغطوا فيها الطنجرة ولا غيره، بالصورة هذه. بدنا حجم هذا الجسم اللي ناتج. طبعا هذا جسم مصمت، خصوصا انه المنطقة المظللة هذه اللي بدها تدور. بتحسب الحجم باستخدام الديسك، اي ديسك. عشان اتصور هاي القلم، لو طلع الراس لحاله، راس القلم اللي هي السن، لو دار حوالين اصبعي مثلا ايش حيرسم؟ دائره.
دائرة سلك فاضي، يعني زي ما نجيب سلك وعمله دائرة سلك فاضي، صح؟ هاي الدائرة. طيب تصوري بدل ما هو السن القلم هذا كله موجود هان وبده يلف حوالين ايدي، القلم هو بلف كل الخط هذا بده يرسم. يعني انا الان لو حطيت على هذا بويا او حاجه وحطيته ولفيت هيعمل لي ديسك بحاله قرص كامل، صح ولا لا؟ وبالتالي الان انا لو جيت عملت هان، ما احنا مش قادرين نسحب ما علينا، انسى الموضوع. طيب الان لما يدور المنحنى كم نقطه عليه؟ عدد لا نهائي. الان خلوكم معي بس، الان هذا مصمت صح؟ يعني قصدي المنطقة كلها مظللة، بمعنى لما اخذ قطعة مستقيمة هان وتلف هترسم لي قرص، المنطقة هان هترسم الخط هذا هرسم لي قرص، المنطقة هذه قرص، هان هان كل واحدة هرسم. يبقى الجسم الناتج عندي عبارة عن أقراص بيبدأ من الصفر ويكبر يكبر يكبر يكبر, يكبر لما يرسم لي على القاعدة الكبيرة يغطي لي كله، تمام؟ فالأقراص هذه كلها البعدها عن الصفر، لو أخذت أنا إكس، إكس هذه إيش القيمة اللي بتاخذها؟ قديش الإكس تبعد عن الصفر؟ مسافة إكس. طب الإكس ممكن تيجي هان، ممكن هان، ممكن هان، ممكن هان، ممكن هان، ممكن هان، 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 أكثر من الأربعة ما بتطلعش. يبقى اكس قيمها تتراوح ما بين الصفر والاربعه، صح؟ الاكس قيمها تتراوح ما بين الصفر والاربعه، احنا هدول ناخذها حدود التكامل. طيب القرص هذا اللي بدي اخذه على بعد اكس هو اللي بده ينوب عن كل الاقراص اللي تنشا عندي من دوران جميع النقط اللي على المنحنى. عند كل نقطة لو رسمت عمود وكل واحد فيه اندارت حيشكل لي الأقراص اللي فوق بعض، هذه الأقراص اللي مع بعض حتشكل لي حجم المجسم، طبعا عددهم لا نهائي ولا يمكن حصرها. وبالتالي احنا بنعمل قرص واحد وبنقول انت يا هالقرص ابوهم كلهم بتسد عنهم كلهم. يعني لو انا جيت انا بعدت عن الصفر مسافة X ورسمت عمود، هذا العمود لو دار هيرسم لي إيش؟ قرص. هذا القرص قديش نصف قطره؟ مش عارف، أنا مش عارف، كويس؟ مش عارف. وين طيب بدي أسمي أسماء أنا، هذا X، هذه A، هذه النقطة B مثلا، قديش وين نصف قطره؟ من اكس لا ايه او من اكس لا بي، صح؟ من اكس لا ايه. طب ممتاز، يعني هالحين هذه المسافه ها زي هاي، صح؟ طيب انا لما باخذ اي نقطه على منحنى، لما برسم منحنى واخذ نقطه عشوائيه ايش برمز لها بالرمز؟ ايش؟ اكس وواي، تمام؟ بسميها اكس وواي. هذه النقطه ما دام انا ماخذ اكس عشوائيه اي كلام، يبقى هذا هتكون نقطه ايش؟ هتكون عندي اكس واي، صحيح؟ طيب يعني هذه النقطه واي. طب هذه المسافه مش هي نفس هذه المسافه؟ يبقى نصف القطر تبع القرص اللي بيصير عندي طول واي، يبقى الراديوس خلينا نقول بنسميه نصف القطر بيساوي واي. طب الواي ايش بتساوي من القاعده؟ بتساوي جذر اكس. فعلا هذه المنطقه طولها جذر اكس، بدليل انه عند الاربعه قديش كان ارتفاعها؟ جذر الاربعه اللي هي 2، فالراديوس بكون جذر اكس. طيب كانه هذا هو المقطع، المقطع للمجسم اللي قدامي، لو قطعته هنا ايش حيطلع عندي؟ قرص. هذا القرص بقدر احسب مساحته ولا لا؟
ايش مساحته؟ ايش مساحه الدائره؟ باي ناق تربيع صح. طب النق قديش عندي؟ واي او جذر اكس. يبقى التكامل تبعي او حجم الجسم عندي حيكون التكامل من الصفر للاربعه لباي ناق تربيع، يعني جذر اكس الكل تربيع دي اكس، وبحسبها وبطلع عندي الحجم. طب هذا ايش افرق عن اللي قبله تبع الهرم؟ نفس القاعده اللي هي التكامل على حدود التكامل، حدود الهرم من صفر لثلاثه كان عندي، والمقطع اللي عندي كان مربع. ايش مساحته؟ قلنا اكس تربيع. بناء على ايش؟ انه المقطع عباره عن مربع. ايش مساحه المربع؟ الضلع في نفسه. قال لي ضلعته وضلعه اكس، يبقى اكس تربيع. هنا ايش المقطع تبع الشكل هذا؟ دائره. اي جسم دوراني دائما المقطع تبعه دائره، وبالتالي دائما مساحه المقطع باي ار تربيع. ايش الار؟ الراديوس او نق. باي ار تربيع. وبالتالي دائما اجيب التكامل من A لB لباي في R تربيع X DX، حيث الـ R ممكن نعملها هيك أو هيك. إيش R؟ نصف القطر تبع القرص اللي إحنا بنحدده وبنكامل وبيطلع لنا المقطع. نشوف المثال اللي قدامي هذا كمان مرة. نشوف المثال، بنعيده ثاني، بنعيد ثاني اذا مش واضح بنعيد ثاني. دريجون باوندد، دريجون بتوين ذا كيرف واي تساوي جذر اكس، والاكس ما بين الصفر والاربعه نفس المثال اللي حكيناه. اند ذا اكس اكسس از ريفولفد اباوت ذا اكس اكسس تو جنريت ا سوليد. هو نفس المثال، هاي واي تساوي جذر اكس، ومحور اكس، واكس ما بين الصفر والاربعة. قال المنطقة هذه دارت حول محور اكس، دارت حول محور اكس. اي نقطة على المنحنى اذا كنت انا مش عارفها باخذها بسرعه شوي وبقول لتكن هذه النقطه هي النقطه اكس وواي، صح؟ لو نزلت هنا عمود بيجي عند الاكس، لو نزلت هنا هيك بيجي عند الواي، صح؟ هذا كلام مبدئي. فانا الان مش بدي اخذ اي نقطه عشوائي، لا، انا بدي اجي اقيم عمود. مين محور الدوران عندي انا هنا؟ قال از ريفولفد اباوت ذا اكس اكسس، دار هذا حوالين مين؟ حوالين الاكس اكسس. بأحدد المنطقة اللي واردة في السؤال، بضللها، برسم خلالها عمود على محور الدوران، برسم خلالها عمود على محور الدوران. هاي العمود على محور الدوران، هذا العمود قديش بيبعد عن نقطة الأصل؟ دائما بفرضها إكس. طيب دائما أي نقطة على المنحنى بنسميها إكس وواي. هذه الإكس بقدر اقول اكس وجذر اكس، بنفع ولا لا؟ هذه النقطة مش هي اكس وجذر اكس؟ طب بقدر اعطيها اسم ثاني كمان بدلالة واي؟ مش هي اكس وواي؟ بدي اثبت. ممتاز، صحيح. انا مش عندي اكس وواي؟ انا الان ثبتت الاكس وجبت واي بدلالة اكس من القاعدة. طب انا بدي اياها بدلالة واي، بدي اثبت الواي واجيب اكس، تكون واي تربيع. يبقى هذه صح ولا لا؟ طيب هذه كنقطة المسافة هذه من هنا لهنا واي، هذه الواي هي ايش؟ نصف القطر، مش هذا اللي بده يدور؟ يبقى ارتفاعه قديش؟ واي، هذا واي. يبقى الراديوس عندي بيساوي واي، والواي ايش بتساوي؟ حيث الاكس ما بين الصفر والأربعة. طيب ما دام انا حددت الراديوس، القاعدة بتقول لي مباشرة ما دامك جبت نصف القطر
احنا دائما هنشتغل على الديسك ميثود اسمها. ايش يعني الديسك؟ القرص. والقرص عباره عن ايش؟ دائره. واحنا كل يوم هنخترع قانون للدائره. بلاش انه قانون واحد، نصف القطر تربيع مباشر بهذا القانون ثابت. ما دام انا بس وظيفتي اعرف نصف القطر وحدود التكامل، الاكس هاي تتراوح من بين وين وين؟ وين وين؟ من 0 ل 4. يبقى الفوليوم هيكون التكامل من 0 ل 4 على الباي في الار تربيع اللي هي جذر اكس الكل تربيع كله دي اكس. هيساوي لنا ايش؟ باي اكس دي اكس. وبنكامل نكامل باي اكس تربيع على 2 من وين لوين؟ من 0 ل 4 مظبوط؟ وبنكمل. طيب نشوف مثال. واضح الكلام؟ اعيد. واضح عنده كثير. ايوه مايا. الان لو كان عندي بدل ما هي القاعده واي تساوي جذر اكس اعطاني معادله الدائره، عارفينها الدائره هذه ولا لا؟ اكس تربيع زائد واي تربيع تساوي ايه تربيع. قلنا مركزها هو نقطه الاصل ونص قطرها ايه. قلنا لما تكون عصوره اكس تربيع زائد واي تربيع تساوي ايه تربيع، يبقى المركز نقطة الأصل، صح؟ اوكي. قلنا هي عبارة عن اكس ناقص ايه كل تربيع زائد واي ناقص بي كل تربيع تساوي ار تربيع. هذه الصورة العامة للدائرة. طيب ذا سيركل اكس تربيع زائد واي تربيع از روتيتد اباوت ذا اكس اكسس تو جنريت اسفير، يعني كرة بدها تولد كرة. فايند اتس فوليوم، اوجد حجم هذه الكرة. طبعا انا لو جبت دائرة كاملة، هذه الدائرة لما تدور، لما النص الفوقاني يدور النص الثاني برضه بيلف بالعكس، صح؟ فانا لو اخذت نص الدائرة وخليته يدور دورة كاملة بشكل لي الكرة، لكن لو الدائرة كاملة نص دورة تعمل لي الكرة، صح؟ لأنه هذا لحاله بده دورة كاملة، فالنصين كل واحد نص بكمل بعض. فأنا خلينا نشتغل على نص دائرة ونقول تدور دورة كاملة عشان تجيب لي كرة، بدي حجم هذه الكرة، تمام؟ هذا المنحنى معادلته، طبعاً مش اقتران هو ولا الدائرة مش اقتران، معادلته هي إكس تربيع زائد واي تربيع تساوي إيه تربيع. بدي يدور طبعاً لو عملنا هذا هيكون مركزها نقطة الأصل، نصف القطر A، يبقى هذه A وهذه سالب A وهنا A، ولو كملنا هذا هتكون هان سالب A، صح؟ دائرة. الآن هذا الشكل بده يدور حول محور X، كأني ظللته. الآن بدي أرسم، ما دام هذا بده يدور بدي أرسم لي خط عشان يعمل لي القرص. يبقى أنا بعد ما برسم المنطقة بروح برسم عمود على محور الدوران، يقطع المنطقة المظلل من الطرفين، يعني هاي القطعة هذا ارسمها جابت القطعة كلها من أولها لآخر، مش هيجي أعملها هان، لا بدي أعملها من أول الشكل لآخر. تعمليها هان هان هان، كل ما في إشي أطول من إشي، بقول لك ما هي الإكس تتغير هين وهين، ده كله بتتحرك، صح؟ انا بقول لك اكس تتراوح ما بين سالب ايه لايه، معناها بتبدا لك من هان لهان، يعني تبدا من صفر وتزيد وبتزيد 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 بترجع تنقص. هاي معناها اكس تتراوح ما بين، واضح؟ وبالتالي هذه مش مشكله تحطيها هان 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 زي ما بدك. انا بريح راسي بحطها في المنطقه الموجبه عشان ما اقدرش اقول طب اكتب اكس ولا ناقص اكس، لا ريح راسك وحطيها على الحاجه بتريحك، بس نشتغل على هواها صح. الان هذه كنقطه اكس واي، مظبوط ولا لا؟ يبقى هذه هان واي، هذا اللي بده يدور. طيب الراديوس نصف القطر الكابيتال تبعي او الراديوس تبع نصف القطر عباره عن ايش؟ مش هذا اللي يدور هان؟ هذا هي نصف القطر، هذا نصف قديش طوله؟ ارتفاع واي. طب الواي من هان ايش بتساوي؟ بتساوي واي، صح؟ طب الواي من هان ايش بتساوي؟ ودي هذه هان وبعدين اخذ الجذر، يبقى ايه تربيع
ناقص اكس تربيع تحت الجذر، هذا هو الراديوس. طبق القانون، الفوليوم بيساوي التكامل من سالب A ل A لمين؟ لباي. كل الاجسام الدورانيه لازم يكون فيها باي، كلها لانها عباره عن دائره وبتدور مظبوط بشكل دوراني. الار اللي هي جذر A تربيع ناقص اكس تربيع الكل تربيع. قانون فوليوم بيساوي التكامل من A ل B ل باي في الراديوس تربيع دي اكس. دي اكس التربيع ايش بعمل لي في الجذر؟ لباي في مين؟ في A تربيع ناقص اكس تربيع. التربيع والجذر طير من بعض خلاص راح مظبوط. وبالتالي بدي اكمل هذا الكلام، خلي الباي برا وبكمل A تربيع بتتكامل لايش؟ قولي بس المنطقة المظللة من وين لوين؟ اللي بدها تدور من وين لوين؟ حدود المنطقة المظللة من سالب A لA. لا 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 لا، الإكس هي اللي تراوح ما بين حدود التكامل. ما احنا بنكمل من إكس بتساوي سالب A لإكس بتساوي إيه؟ أو الحساب تبعنا على هذا. قبل شوي لما كان عندي الجذر الإكس تراوحت ما بين الصفر للأربعة، لأن هي حدود المنطقة المظللة، هي حدود التكامل. وبنكمل وبنقدر نحسب مظبوط ولا لا؟ نقدر نحسبها؟ لا لا طيب نقدر ونقدر، اوكي. ماشي الحال، طبعا احنا حافظين حجم الكرة ولا لا من اول؟ أربعة أتلات باي ناقص تكعيب، صح؟ وهذا هو اللي بيطلع لنا الجواب. مظبوط؟ أربعة أتلات باي ناقص تكعيب. صح؟ ولو اشتقيناه بعطينا مساحة سطح الكرة لو اشتقينا. اوكي ما علينا ما علينا، اربعة باي ار تربيع بتصير اربعة ثلاثة، اربعة ثلاثة باي ناقتك. اوكي طيب volume by disks for rotation about the y axis. طيب ايش اللي بعمله انا؟ ملخص لكم هان بصورها وبنزلها على المجموعة إن شاء الله. ملخص خطوات الحل، إيش بنعمل بالضبط؟ تمام؟ زي ما شفتوا، أول حاجة رسمت المنطقة وظللتها، برسم المنطقة اللي بدها تدور وبظللها. الآن وين محور الدوران؟ قال لي محور إكس، برسم قطعة مستقيمة عمودية على محور الدوران داخل المنطقة المظللة، بحيث طرفي القطعة يكون واصل من طرفي المنطقة، مش واحد تجي زي ما قلت في النص هان ولا تجيني هيك طرف أو طرف، لا لا لازم تيجي كله عشان أنا بدي أحسب طول هذا قديش وكلنا يكون حسابنا زي بعض، مش واحد يجيبها هان واحد يجيبها هان واحد يجيبها هان واحد يجيبها هان، فاش صح؟ وبعدين هذه القطعة بتغطيش كل المنطقة، بتغطيش كل المنطقة اللي احنا بدنا نكملها. وبالتالي اول خطوه برسم المنطقه، بضل برسم المنطقه وبحددها، بحدد حدود التكامل تبعتها. لو لازمني اجيب تقاطع منحنيات مع بعض بقاطع عشان اجيب حدود التكامل. طبعا احنا عارفين انه دائما معادله محور اكس واي تساوي صفر ومعادله محور واي اكس بتساوي صفر، خط راسي اكس بتساوي خط افقي واي يساوي، صح؟ اوكي بعد ما برسم المنطقه وباظللها برسم عمود داخلها، عمودي على محور الدوران، عمودي على محور الدوران، بجيب طبعا باخذه على بعد اكس محور الدوران، العمود برسمه على بعد اكس من نقطة الاصل. الان بدي اجيب طول البعد العمودي او طول العمود النازل على محور الدوران، هذا الطول هو بيكون عند الراديوس الارض. الآن نشوف المثال اللي بعد، نشوف كيف نعمل فيه. Find the volume، طبعاً شايفين التكامل إيش القاعدة الآن؟ بدها تصير بدل ما هي هيك حصير التكامل، خلينا نقول من C ل D وبدل RX حصير عنده Y، يعني replace X's by Y's، نستبدل الإكسات بالوايات، حصير من A ل B نقول هذا من C ل D R of Y DY، يعني
كل الارقام اللي انا اشتغلت عليها حجيها في دلاله ايش؟ الواي. يعني نفس السؤال هذا غير المثال الموجود عندي. طبعا انا عارف الدائره ما ينفع اشتغل فيها على الاكس وعلى الواي، نفس الكلام. فلو جبت انا الدائره وبدي عشان بدها تدور حول محور واي الان، بكفيني ارسم النص اللي هذا صح؟ عشان تدور حول محور واي، حتكون حدودها من وين لوينها؟ ناقص ايه؟ لا ايه؟ وهذا بتكون هذا ايه؟ صح؟ وهذا او، هاي المنطقة هذه بدها تدور حول محور واي. ببعد مسافة واي، بدي ابطل اقول اكس هالحين. ببعد مسافة واي عن نقطة الأصل، بينفع؟ استبدل كل ما أي حاجة كنا نحكي على الإكس الآن هنحكيها ايش؟ معي؟ واحد. يبقى انا الان هبعد مسافه واي. لما ابعد مسافه واي هذه النقطه ايش هتكون؟ اكس واي، مضبوط ولا لا؟ هذا هتكون عندي اكس، اكس واي. طب اكس واي انا بدي اياها كل هوايات الدنيا، هي المعادله هيها. هتقولي الاكس بدلاله واي، بنقل هذه هان، يبقى هذه عباره عن A تربيع ناقص Y تربيع تحت الجذر وواي، مضبوط ولا لا؟ صح؟ اوكي، معنا الآن أنا بدي أدور حول أمر مبسوطين. مين هدول؟ معنا الآن هذه المنطقة بدها تدور حول محور Y. ظلمت المنطقة، أخذت عمود على محور الدوران صح؟ واخذت المسافه واي. هذا العمود قديش طول؟ لانه بده يدور هو اللي هيعمل لي القرص، هي نصف القطب. يبقى ار اوف واي هنا في هذه الحاله، ار اوف واي عندي ايش بدها تساوي؟ قديش هذه المسافه؟ هي اكس. طب ما الاكس ايش بتساوي؟ يبقى بتساوي الجذر اي تربيع ناقص واي تربيع. صح؟ طيب يبقى لما بدي اجيب الفوليوم الان حطبق على القانون، يبقى الفوليوم حيساوي التكامل من وين لوين؟ من سالب A ل A، برضه من سالب A ل A للباي في مين؟ جذر A تربيع ناقص واي تربيع، كل تربيع دي واي، حيساوي التكامل من سالب A ل A لباي في A تربيع ناقص واي تربيع دي واي. يعني هي افرقت اني اكتبها بالاكس ولا بالواي في التكامل كل واحد، لان هغير حدود التكامل كمان، قصدي هعوض حدود التكامل، حيطلع نفس الجواب ولا لا؟ اكيد حيطلع عندي 4 3 باي ار تكامل. صح؟ انا ما بدناش نكمل نوزع الواي بعدين نحط اكس A تربيع اكامله بالراحه وخلاص. لا بس نحطها واي A تربيع ناقص واي تربيع، ما بدناش نكمل. لا خلي الباي برا، ليش ادخلها؟ عادي، يعني ممكن اقول يساوي باي في، طلعت الباي، ايش تكامل هاي؟ ايه تربيع واي ناقص واي تبعيب على ثلاثة، كله مأخوذ من وين لوين؟ سالب ايه ليه؟ خلي الباي برا واعمل قوس للايه ناقص قوس للسالب ايه؟ بنفع، صح؟ وبالراحة بنسلم. سلامتك. ما هو في ايدك ولا ايش؟ هيك كفايه، شايف اللف وبتشوف البيض هيك مسكر. اوكي تمام. طب نشوف المثال الثاني الموجود عندنا. عشان في ناس تكتب find the volume of the solid، أوجد حجم الجسم الناتج the solid generated by revolving the region between the y axis and the curve. أوجد حجم الجسم الناتج من دوران المنطقة المحصورة بين أو المحدودة بمحور y والمنحنى x بتساوي y على 2، 2 على y. الواي اكسس و اكس بتساوي 2 على واي، حيث واي ما بين
الواحد والأربعة أكبر أو تساوي واحد، أصغر أو تساوي أربعة، يعني كانوا بعطيني حدود التكامل. رسمة الإكس تساوي 2 على واي. قبل أنا مش بعرف رسمة واي بتساوي واحد على إكس، هي لما تكون 2 على إكس نفس الرسمة، بس اللهم إنه نضرب القيم باثنين بالضعف. فهذه رسمتها، هذه رسمتها هيك صح؟ عند الصفر، الصفر فيرتيكال أسمتوت عند الصفر. اوكي طيب، هذه المعادله مش هي نفسها اكس بتساوي 2 على واي؟ اضرب ضرب تبادلي وبعدين جيب لي اكس ايش بتساوي، صح؟ اذا رسمه هذه العلاقه هي نفس رسمه هذه العلاقه تماما، وبالتالي انا شغال على الفتره من وين لوين؟ لواي من 1 ل 4، لواي من 1 ل 4 للواي، ها بس. وهذه هان عن بالها عبال، لما واي بواحد، لما واي بواحد اكس بقديش؟ باثنين. لما واي باربعة اكس هذه هنا بنص. بتزنيش انا بدي الحدود تاعت واي، بس احنا بس عشان نتصور الشكل اللائم. هذه المنطقة المحصورة ما بين، انسوا الاكس، انسوا الاكس خالص، المنطقة هذه المحصورة بين المنحنى هذا ومحور واي على الفترة ما بين واي واحد إلى واي أربعة دارت حول محور واي. مين هو محور الدوران؟ واي. حرسم عمود داخل المنطقة على محور واي. حرسم عمود، حبعد عن نقطة الأصل مسافة قديش؟ واي صح؟ واي. دائما نقول يا إكس هيك يا واي هيك. الآن عند هذه النقطة بدي أرسم عمود. هذه النقطة ايش احداثياتها؟ اكس وواي. طيب او 2 على واي وواي، مضبوط ولا لا؟ بدل اكس عوضت. يعني هذه المسافة، هذا مش هذا اللي بيدور الان، هي الديسك، هي الراديوس صح؟ مش هذا نفس القطر؟ قديش طولها من هنا لهنا؟ هي الاكس. يبقى الار اوف واي بيساوي لي اكس. طب ما الاكس هي عبارة عن ايش؟ هذه المسافة من هنا لهنا هي اكس، شايف اكس وواي؟ يبقى نزل هنا هي اكس، هنا واي، هذه من هنا لهنا اكس. طب ما الاكس ايش بتساوي؟ 2 على. يبقى الريدس هي اكس هي عبارة عن 2 على. اطبق القانون، يبقى الفوليوم حيساوي التكامل من 1 ل 4، لأنه من واي بتساوي 1 و بتساوي 4، لباي في مين؟ في 2 على واي الكل دي 1. بيطلع ان التكامل 1 ل 4 ل 4 باي على واي تربيع دي واي، وبتكامل هذا وبيطلع الحساب بسيط. يبقى في اللي اخذناه حتى الان في الديسك ميثود، برسم المنطقه المظلله، بحددها، برسم داخلها عمود على محور الدوران، ببعد اكس عن نقطه الاصل اذا كان الدوران حول محور اكس، إذا كان دوران حول محور إكس، مظبوط؟ ويبعد واي إذا كان دوران حول محور واي، وبرسم عمود على محور الدوران. يا ببعد واي يا ببعد إكس لو كان الدوران حول محور إكس. واللي بحدد هو لما يقول أنا برسمت المنطقة وشفت وين بده يدور، بدي أشوف وين بده يعمل لي ديسك لما يدور، برسم عمود وخلص، عمود على محور الدوران. بجيب طوله، طول هذا الخط هو الآر. تمام؟ وبطبق فيه القانون. هذا بالنسبة للديسك ميثود. نشوف حاجة ثانية اسمها Solids of Revolution The Washer Method. إيش يعني ووش؟ بعد الكورونا Wash your hands. Wash. اغسل. Wash. مش أقول لك Washing machine، الغسالة. ووشر عمد الغسيل، زي الغسالة، زي طريقة الغسالة هذه يعني. ووشر زي طريقة الغسالة. الغسالة الذات الأوتوماتيك مش في برميل جواها النقل، هذا بيكون جوا واحدة وكمان واحدة من برا صح؟ يعني زي ما بقول اسطوانة جوا اسطوانة تنتين. فتصوروا لو كان اسطوانة مفرغة وبراها اسطوانة كمان وبين الاسطوانتين ملان معبى،
صح؟ يعني زي مرسوم الحين بمسح الماء. هذه المنطقة فاضية وهذا ملان مصمم. هذا ناتج من دوران جزء حول منها تمام. هذا لو كان الشكل اعطاني اسطواني، لكن احنا شفنا في الجذر لما ارتسم طلع زي الغطايا، زي القمع المقلوب، ممكن يطلع زي القرعه، زي البطيخه، زي اي حاجه، مش شرط تكون حاجه منتظمه احنا بنعرفها. فما علي الا غير انا اشوف كيف ممكن احسن بكل سهوله بطريقه الوشر. طريقه الوشر معناها في اسطوانه خارجيه بتتكون واسطوانه داخليه، بدي اخذ اللي بينهم، هاي البرميل فاضي من جوا بده يكون، اخذ الاسطوانه الكليه واشيل منها الاسطوانه الداخليه، افضيها منها بالضبط زي الكسايا لما يبقروها. صح بالضبط، بيعملوا هوتين بيسحبوا اسطوانه داخليه، بضل الاسطوانه الخارجيه واللب اللي جوا بينهم. هذه هي طريقه الوشر. لو لفتيها ما علينا، اذا لفتيها بترميها بتخرب. طيب هي زي هيك بالظبط. فكيف بدي اجيب حجم الجسم الناتج بطريقه الوشر مثل؟ طيب زي ما عملت لكم انا، هذا الاسطوانه الخارجيه وهي الاسطوانه الداخليه بكون لها نصف قطر، صح؟ والاسطوانه الداخليه برضو اكيد لها نصف قطر، بس نصف قطرها اصغر. فدائما نصف القطر الاكبر بنرمز له بالرمز ار اكس، نصف قطر الدائره الخارجيه، والدائره او الاسطوانه الداخليه نصف القطر تبعها من هذا بنسميه ايش؟ ار سمول اكس. الان هذه المنطقه المصمطه، هذه اللي هان، ايش المنطقة؟ ايش طول هذه المنطقة؟ اللي هي ار كابيتال ناقص ار سمول، مفهوم مضبوط ولا لا؟ فهيك مفهوم. فأنا الآن لما بدي أجيب الحجم، عشان تحفظوا القاعدة بس، لما بدي أجيب حجم الجسم الناتج بطريقة الوشر، تكون عندي حدود تكامل من A إلى B، طبيعي لازم يكون عندي في باي لا الراديوس الكبير تربيع ناقص تربيع كله دي اكس. هي عبارة عن ايش هذه اصلا؟ لو انا وزعتها صرت تكون من A ل B ل R X في باي طبعا دي اكس، وهيعطيني تربيع باي في نصف في نقطة تربيع، اللي هو هيعطيني حجم القرص اللي بعمل الاسطوانة الخارجية. يبقى هذا هيحسب لي حجم الاسطوانة الخارجية ناقص حجم الاسطوانة الداخلية، مظبوط ولا لا؟ في باي دي اكس. فحجم الاسطوانة الخارجية ناقص حجم الاسطوانة الداخلية بعطيني المنطقة اللي ضايعة، صح ولا لا؟ فهذول التنتين عشان نفس حدود التكامل جمعوهم في قانون واحد. لو الواحد نسي القانون ممكن يتذكر زي هيك. وبالتالي باستخدام الوشر ميثود بطبق هذا القانون. الاوتر راديوس، الاوتر من اوت خارجي، والانر راديوس الداخل، الاوتر ناقص الانر بيطلع بس تربيع عشان يطلع له حجم. طبعا احنا عندنا في الحجوم دائما يكون عندي ثلاث ابعاد، وفي المساحات بعدين، مظبوط؟ وفي الاطوال بعد واحد، بعد واحد. الحجوم ثلاث ابعاد، فانا لما بدي اجيب حجم لازم الجواب يطلع عندي ثلاث ابعاد. لو شفتم في الكرة 4 3 باي A تكعيب أو ناق تكعيب A في A في A، لأنه 4 3 والباي ثوابت، فالحجم لازم يكون فيه ثلاث أبعاد، صح؟ هان هذه بعدين، لكن لما أكملها بنضيف للأس واحد في التكامل، مظبوط؟ عشان هيك بيطلع عندي حجم، مظبوط ولا لا؟ وبالتالي الحجوم دائما عبارة عن لازم يكون عندي حاجة تكعيب، غير هيك بكون في عندنا خلل في المفهوم أو القانون مش لحجوم أصلاً، يكون تكامل عادل خالص. أوكي، نشوف المثال الأول. المثال بيقول The region bounded by the curve y تساوي x تربيع
زائد واحد and the line y تساوي سالب x is revolved عندي منحنيين أو قرنين y بتساوي x تربيع زائد واحد و y تساوي سالب x زائد ثلاثة. المنطقة اللي بينهم هي اللي دارت حوالين حول is revolved about the x axis revolved about the x axis to generate a solid. Find the volume of the solid. أوجد حجم الجسم الناتج من الدوران. طيب أنا لو رسمت المنحنيات طبعاً x تربيع زائد واحد عارفين كيف رسمتها؟ عند الواحد المجمع مال x تربيع. الآن بدي أرسم y تساوي سالب x عشان بالسالب حيجيني بميل صح؟ عشان سالب لو موجب كان ناتج. طب خذي لك اي رقمين حط اكس بصفر واي بثلاثة مثلا نقول هذه واحد هذه واحد هاي اثنين هاي ثلاثة هاي واي بثلاثة هاي ثلاثة. طب حطي واي بصفر اكس بثلاثة برضو اكس بثلاثة هاي الثلاثة قلنا ثلاثة هذه نعتبر هذه ثلاثة مش ضروري اخذ ثلاثة حط اكس حط اكس بواحد اكس باثنين اكس بخمسه زي ما بدك اي رقم منهم بنرسم الخط. طبعا المنحنيين راح يتقاطع يعني انت لو عوضت باي ارقام غير الثلاثه وسالب الثلاثه مش مشكله ايش ما يكون المهم انا بدي اجيب نقطه التقاطع هذا وهذا وخلاص لانه الان المنطقه المحصوره بينهم هي هذه المنطقه مش هاد؟ صحيح. الان حدود التكامل هي من هذه النقطه من هان لأن حدود منطقة المقننة هذه المنطقة بدها تدور حول محور إكس ظللنا المنطقة بدرسم عمود على محور الدوران داخل المنطقة المظللة. طيب ممتاز المنطقة المظللة زي ما اتفقنا بده يكون من أول المنطقة الأخيرة يخترقها كاملة ما يجيش من النص باجي من هان وبعمل العمود بدك تكمليه كمليه زي ما بدك للاخر. اما انا مكمل عندكم خط متقطع صح؟ انا بلزمني هذا الخط اخذ منه الابعاد ما بضرش لو كم هاي كملناها زي ما عملنا في الديسك مثل تماما. الان هذه المنطقه اللي بدها تدور هذا الخط بس عشان انه مائل ودار حول محور اكس هذا الخط من هان لهان لو دار حول محور اكس ايش تتصور بالضبط؟ هاي بسيطة هاي وهذا هي لما يدور حول محور اكس بنزل هذا وبعمل هيك وبرسم شكل مخروط صح؟ بس هذه اللي منظرها مش حلو لما تدور مش حلو فما علينا بس انا بدي شوية تصور يكون عندي. المهم هذه المنطقة بدها تدور كلها بحالها دورة كاملة حول محور اكس. طبعا الخط الخارجي حيرسم لي شكل طبعا هذا الخط كله حيرسم لي البصمه وهذا حيرسم لي جزء ثاني. طيب هذه المنطقه من هان لهان ايش بتمثل؟ انا ايش بدي؟ انا بدي اشتغل على ايش؟ على الوشر مثل بدي اجيب هذه المنطقه تكون فاضيه هذا حيدور حيرسم لي شيء هذه المنطقه كلها بدها تدور وترسم يعني انا لو بعرف ارسم زي هذا هيك حتيجي وهنا هنا هيك حيرسم لي هنا هيك متقطع وهان صح حيكون المصمت برا من هنا ومن هذا كله فاضي بده يكون هذا الجزء اللي هان هذا واللي هان من وين طلع؟ كيف اجي؟ اجي في حاجه اسمها اوتر سوليد والانر سوليد الجسم الخارجي اللي بوصل لي كل معبى كله خالص هذا بوصل لي زي ما قلت لك كل المخلوط كله ملان الان بدي افضي منه اللي تحت هذا بدي افضي منه فهذا الاوتر شيب خلينا نقول او الاوتر فانكشن وهذه الانر فانكشن
هذا الاقتران الفوقاني اللي فوق الخارجي وهذا الداخلي. عشان اجيب المنطقه الملان اللي بينهن بدي اجيب طول نصف القطر الطويل ناقص طول نصف القطر القصير. كيف يعني؟ الار كابيتال ناقص الار سمول. الفوليوم بيساوي التكامل من هالحين حنجيب حدود التكامل الان حنجيبها بنطلع من الى باي في الاوتر ريدياس حيكون من هاد لهاد والانر ريدياس حيكون من هاد لهاد. معي؟ ما تقولوش اه عارف ما تقولوش اه هيك على الفاضي. هاي عندي انا هاي قطعه مستقيمه هاي عموديه على هذه عموديه على محور اكس كويس؟ هذه النقطة مثلا تقول لي هذه من ثلاث وهذه من خمس. هذا انا عارف اثنين بديش اياه. انا بدي هذه من هان لهان قديش؟ ثلاث. وهذه من هان لهان قديش؟ خمسة. خلص. بينهن خمسة ناقص ثلاثة اللي هي اثنين. مضبوط؟ اللي هي المنطقة اللي انا بدي اياها، المنطقة المضلة اللي بيكون هيك انا بدي. صح؟ انا بدي هذه قديش؟ بديش هذا بديش بديش بطلت بديش هذا. هذا ما هو هذا الخط اللي انا رسمته يمثل لي سمك المنطقه اللي بدها تدور. ممكن يكون هان ممكن هان ممكن هان ممكن هان ممكن ممكن ممكن. فوين ما ترسم يعني بدل ما ارسم الخط هذا زي ما برسم عندكم ممكن ارسمه هنا برضه. بدي اعرف هذا من هان لهان قديش ومن هان لهان قديش. هذا اسمه الاوتر ريدياس وهذا الانر ريدياس. هذا الار كابيتال وهذا الار سمول. هاي هاي من هان لهان الار كابيتال ومن هان لهان الار سمول. تمام هيك اوضح. طيب نمشي مع بعض واحد واحد. الرسم بيكون افضل اكيد احسن اكيد افضل. مين جربي بتحاول انت في الضابط بتحاول بتحلوا في التمارين وبتشوفوا بتنفع هيك ولا ما بينفعش. لما تكون الاقترانات بسيطة زي هذه مش كويس نقول لا من غير رسم. بيريحنا خالص، بوفر علينا وقت وشغل. الآن على فرض هذا مستقيم معادلة واي تساوي اكس زائد 2. تمام؟ وهذا واي تساوي اكس تربيع. حلو الكلام؟ انسوا الموضوع هذا اطلعوا برا. هذه النقطة على فرض عندي احداثيها السيني 3، قديش الصادي؟ 5. بعوض في معادلة النقطة، هذه النقطة تابعة لمين؟ للمستقيم، بعوض فيه. صح؟ صح؟ طيب، هذه النقطة افرض احداثيها السيني سالب 1. احداثيه الصادي قديش؟ واحد. بعوض في الاقتران تبعها. صح؟ صح. ماليش دخل انا ان النقطه هذه تابعه لمين؟ فاحداثياتها السيني والصادي تبعتها المعادله تبعته. هذه النقطه ماليش انا في المساحه وحجم، هذه النقطه تابعه لهذا المنحنى، فالسيني والصادي تبعتها المعادله تبعتها فقط. تمام؟ انا الان لما رسمت العمود ها المنطقة أنا بهمني المنطقة اللي داخل المنطقة المظللة. هذه القطعة لها طرفين، كل طرف أو كل نقطة تقع على منحنى. هذه النقطة تقع على الخط المستقيم وهذه تقع على الخط المنحني. صح؟ هذه النقطة تقع على هذا المستقيم. لما بدي هذه المسافة هذه الواي اللي هي إكس ناقص إكس زائد 3. صح؟ يبقى الاوتر ريدياس الكبير هذه عشان الكبير هذا هي سالب اكس زائد 3. الان الانر هذه النقطة وقعالي على المنحنى، المسافة هذه هي واي على المنحنى هذا هي قديش؟ يبقى الانر ريدياس هي اكس تربيع زائد 1. صح؟ تعالوا هنا هاي الشكل. افرض ألفنا سؤال وقلنا المنطقة هذه ايش هعمل؟ حاجة ارسم مثلا قطعة مستقيمة في المنطقة المظللة. هقول هاي الاوتر ريدياس وهذه الانر ريدياس. من هان لهان قديش؟ باخذها من هان.
لأن تقع على المستقيم. هذه النقطة من وين بديها؟ من هذا. يبقى هاي الأوتر يا دسوين إنا غير دس. 100% تمام هيك؟ تمام؟ طيب. الآن أنا ما دام عرفت الأوتر وين إنا؟ بطبق القانون وخلصنا. بل عندي حدود التكامل. سهل جدا. بسويهم في بعض. بسويهم في بعض بطلع عندي حدود التكامل. كويس يبقى الان احنا بدنا نقول لايجاد حدود التكامل نساوي اكس تربيع زائد واحد يساوي سالب اكس زائد ثلاثة. يبقى اكس تربيع زائد اكس ناقص اثنين يساوي صفر. يبقى اكس زائد اثنين في اكس ناقص واحد يساوي صفر ومنها اكس تساوي سالب اثنين او واحد. يبقى هذه النقطه عند السالب اثنين وهذه النقطة عند الواحد. خربشت خالص ها؟ انهارت. المهم وضحت الصورة ها؟ معي؟ طيب الآن أنا عندي الرسمة هاي هيك وخلص. هذا عند الواحد وهذا عند السالب اثنين مظبوط. هاي وهاي المنطقة المظللة وهاي اللي اشتغلنا عليها. فبده يكون عندي اذا البوليا بتساوي التكامل من سالب اثنين لواحد للباي في مين الاوتر راديوس تربيع وين الاوتر هاي شاف احنا مسحناه. طبعا هذا عندي الار كابيتال اكس هي سالب اكس زائد ثلاثة والانر راديوس اكس تربيع زائد واحد. يبقى بتاخذ الاولاني سالب اكس زائد ثلاثة الكل تربيع ناقص اكس تربيع زائد واحد الكل تربيع كله دي اكس. لانه دار حول محور اكس فالعمود على محور اكس والرموز والتكامل بالنسبة لمحور اكس. بفك القوس بفك القوس بنجمعهم وبنكمل كلام بسيط. بدل اكس واي وارد جدا كل اللي بدي اعمله بدي اعمل خط هيك يجي. بس عاد هنا في السؤال هذا بالذات ممكن يعمل عنده فترتين لانه طلعوا هاد يعني سؤالي كويس. شوفي عندي هاد الان لو واحده اجت عملت الخط مش بدنا نعمل عمود على المحور واي يخليه يصير لازم يجيب لك المنحنى يجيب لك اياه بعيد ما يجيش هيك في النص. يا ستي مش مشكله ممكن انا اجز نص هذا ايش بيعطيني وهذا ايش بيعطيني مش حيجي مش حيجي ما علينا. بس اللي بدي اقوله انا لما تشتغل على محور واي من هان هاي حد من حدود التكامل وهي حد من حدود التكامل صح؟ طب ما هذه كمان حد من حدود التكامل. ليش؟ لما درسوا العمود هيقع لي في المنطقة هذه لحالها يعني الطرفين هيجينا على نفس الاكس تربيع لحالها مش هيظهر. طب وهان او هان هيطلع البداية على خط المستقيم والثاني على عشان هيك ممكن اجزئها لجزئين. لا بتجيش زي جيب الكوز زي احنا بناخذه في طرف واحد مستقيم منحنى زي هاد بنخلي دوران بدل ما هو حول محور واي حول هذا قديش مثلا سالب اثنين حول المستقيم واي تساوي سالب ثلاثة أو سالب أربعة. نبعدها خالص نبعدها عشان نقدر الواحد يعمل بعيد عن التداخل. كلام بسيط تيل ميثود سيكشن 6.2 فوليوم يوزنج سيلندريكال شيلز. شيل صدف يعني زي الصدفة صدفات اسطوانية أو قشرة اسطوانية. ذا شيل ميثود شيل فورمولا فور ريفوليوشن اباوت ا فيرتيكال لاين دوران حول محور راسي. لما يكون خط او محور الدوران هو راسي يعني يوازي محور واي ممكن يكون يوازي محور اكس يعني هوريزونتال لاين. تحتها مكتوب فور هوريزونتال اكسس وي ريبليس الاكسس باي واي بنستبدل الاكسات بالوايات. ما يقال عن اكس يقال عن واي. القاعده بتقول لو كان في عندي
جسم متولد من دوران منطقة حول محور رأسي. هذا المحور المنحنى ضروري يكون يقع فوق محور إكس، يعني اقتران موجب أو غير سالم. لو هذا المنحنى دار حول المنحنى محدود له حدود محددة، الإكس تبعته تتغير ما بين الـ A والـ B، محور الدوران تبعه يكون على يسار الفترة. عشان هيك كتب لي الاقتران F من X أكبر أو يساوي 0، حيث X أصغر أو تساوي B، أكبر تساوي A، أكبر أو تساوي L. إيش L؟ معادلة المستقيم الرأسي. إحنا دائما المستقيم الرأسي بنكتب X تساوي X تساوي 1، X تساوي 0، X تساوي 2، مظبوط؟ الفيرتيكال أسيمتوت معادلة X تساوي. فلما تكون X تساوي L، X تساوي L هي معادلة المحور اللي احنا بدنا ندور حوله. ضروري يكون ال L على شمال الفترة، يعني لو أنا شغال على الفترة من 1 لـ 3، المحور بده يكون يا محور السينات يا X بتساوي سالب 1، X بتساوي سالب 2، أي حد. تمام؟ فهذا الخط هاي معادلة المحور الرأسي. Revolved about a vertical line x تساوي l is الvolume بده يساوي الvolume. طبعا لو كان عندي مجسم او شكل، طبعا هذا سهل نجيبها ناقص x تربيع زائد ابصر ايش الvolume يساوي التكامل من a ل b ل 2 باي في الشيل radius في الشيل هاي كله دي اكس. اذا كان الدوران حول محور راسي يوازي محور واي فالتكامل دي اكس، لو كان حول محور افقي حيصير التكامل دي واي، وكله بيتغير بدلاله الواي. طبعا هذا كله انا بقول بدلاله الاكس. كيف بدي اشيل اجيب الشيل راديوس والشيل هاي؟ نرجع نفس المفهوم اللي حكيناه قبل شوي. الآن هاي محور الدوران، هاي محور الدوران مثلاً، هاي نقول X بتساوي لأن نجيلها بالموجب، هاي محور الدوران X بتساوي 1، هاي السفر هاي الواحد. الجسم اللي بده يدور في المنطقة هاي يقع فوق محور إكس. عشان أجيب الشيل راديوس والشيل هايت داخل المنطقة المظللة بدي أرسم خط يوازي محور الدوران، مش عمودي زي ما كنا قبل شوية في الديسك. في الديسك كنت أرسم عمود على محور الدوران بدي يدور حول محور إكس عمود، لكن الآن بدي أرسم يوازي. في الشيل ميثود لو السؤال حدد لي قال لي بالشيل حرا انت بدك تبح لي الفوليوم زي ما بدك اي طريقه بتناسبك، لكن لما يحدد لي بالشيل مثل بدي اشتغل بهذا السؤال، درسم عمود او اسف مستقيم داخل المنطقه يوازي محور الدوران، لان الدوران حول هذا المستقيم. هذا الخط اللي نرسمه حدوده داخل المنطقه ما يطلعش برا. طيب لما هذا الجسم او السطح بده يدور واخذت هذا كممثل عنه، هذا الخط لما يدور حول هذا الخط ايش حيرسم لي؟ اسطوانه او قشره اسطوانيه، شايفينها الشيل خارجي يعني. مثلا انا الان لو كان عندي هذا الخط لما بده يدور حول هذا الخط حيجيني هنا يرسم لي هذه المنطقه، هتوصل لي بالصورة هذه، مظبوط؟ بعد المستقيم عن المحور هو إيش مثل بالنسبة للأسطوانة؟ نصف القطر، نصف قطر القاعدة. تمام. صح؟ يعني هذه قديش تبعد؟ هذه من هذا لهذا نصف القطر. مظبوط؟ نصف القطر. طيب الارتفاع هو طول هذا الخط. طول هذا الخط قد ايش هو الارتفاع؟ طيب انا لما اكون مشيتها نقطه اكس
هذه النقطة إيش بتكون؟ اتفقنا إكس وواي. فالارتفاع لو مشيت هان هذا حتكون واي، شد إكس هذا واي، هاي النقطة. فالارتفاع هو إيش؟ واي حسب قاعدة الاقتران. إذا كانت مثلا واي تساوي جذر إكس، هذه النقطة بعبر عنها يا بدلالة إكس يا بدلالة واي، لأنه لو كان الدوران حول محور أفقي، دوران أفقي، حيلزمني أبدل أعمل دي واي. يبقى أنا بدي أعرف الحدود أو النقطة إحداثيتها التنتين إكس أو التنتين واي، هاي لا إكس وواي. لو بدي إياها التنتين إكس، إيش بدي يكون؟ نكون إكس وجذر إكس، صح؟ لو بدي إياها دلالة واي، منها قبل شوية. الواي بدالها واي، وهذه واي تربيع، صح؟ إحنا خلينا في اللي إحنا فيه، خلينا في المنطقة هذه اللي إحنا بنشتغل على الإكس. هذا الخط قديش ارتفاعه؟ واي، الواي اللي هي عندي هنا جذر إكس، تمام؟ يبقى الهايت جذر إكس، طب والرياديس هذه المسافة. قديش هذه المسافة؟ قبل ما حد يجاوب ويطلع ها، خلينا ناخذ بالنا عملية بسيطة جدا. كيف أنا بدي أحسب الرياديس؟ مش الرياديس، لما نحسب المسافة بين أي نقطتين في الدنيا على محور أو خط الأعداد، هاي الصفر، هاي الاثنين، هاي السبعة. أنا أعرف المسافة بين السبعة واثنين خمسة. بقول سبعة ناقص اثنين. يبقى هذه المسافة هي سبعة ناقص اثنين، يبقى هذه فعلا إكس ناقص واحد، لأنه هذه المسافة إكس. شيل منها واحد، يبقى هذه المسافة إكس ناقص واحد. هي اللي تشكل لي الراديوس. نصف القطر على الأسطوانة اللي عملناها، مظبوط؟ هذا بده، هذا الخط بده يدور. هذا الهاي وهذا الراديوس. الراديوس إكس ناقص واحد، والهاي جذر إكس. مثلا جذر إكس. ماذا إذا جبت الهايت وجبت الراديوس؟ هاي بعدين، وبعدين لو كملتهم بعطيني إكس تقريب، يعني حجم يبقى يخلص. إذا جبت الشيء الراديوس والشيء الهايت وحدود التكامل بكون حليت السؤال. كويس؟ أهم حاجة في هذه المسألة إني أعرف الشيء الراديوس والشيء الهايت. أرسم خط داخل المنطقة وأجيب بعده عن محور الدوران وطول الخط أو القطعة المستقيمة. ملخص عن كل كلام. طيب بدنا ناخذ المثال ونطبق الملخص عشان نمشي فيه خطوة خطوة، اللي هي خطوات الحل. نشوف المثال ايش بقول. The region enclosed by المحصورة ب region enclosed by مين؟ The x axis and the parabola. بارابولا قلنا اللي هي الاقتران التربيعي. ده بارابولا عندي اول حاجه الواي اكسس والبارابولا واي بتساوي 3 اكس ناقص اكس تربيع از ريفولد، المحصوره ما بين هذول الاثنين. طب هذا المنحنى سهل اجيب وين بقطع محور اكس، صح؟ واضح انه عشان اكس تربيع سالب يبقى الرسمه هيك، مظبوط؟ طيب وعشان انه خالي من الحد المطلق بقدر اخذ اكس عامل مشترك، واضح انه ايش ايش اصفار اكس ب 3 ناقص اكس، صح؟ يبقى لو جيت رسمت حتيجي لنقطه الاصل وهذه 3، صحيح؟ هاي صفر، هاي هاي محور واحد. طيب هاي المنطقه. طيب ممكن نقول احنا هذا 6 واي تساوي 0، يبقى اكس هتطلع عندي يا 0 يا اما 3. يبقى المنطقه المظله اللي عندي تتراوح قيمه الاكس تبعتها ما بين 0 وال3، هاي حدود التكامل. طيب مالها از ريفولفد اباوت ذا فيرتيكال لاين اكس بتساوي سالب 1، هاي السالب، هاي السالب 1، هاي السالب 1. هذه المنطقه بدها تدور حولها، بروح باخذ مسافه اكس وبرسم عندها خط يوازي محور الدوران، تمام؟ بدي الراديوس، هي المسافة هذه من هذا، هاي محور الدوران تدور حولها، صح؟ المسافة هذه من هذا لهذا إكس ومن هذا لهذا واحد. يا ستي بلاش، احنا اتفقنا قبل شوية على السبعة والاثنين، بلاش السبعة والاثنين،
طب السبعة والناقص ثلاثة ايش المسافة بينهم؟ عشرة لي سبعة ناقص ثلاثة اللي هي عبارة عن المسافة بين السبعة والصفر سبعة وبين هذه وهذه ثلاثة أي العشرة؟ طب عملية حسابية بقول سبعة ناقص ثلاثة صح ولا لا؟ هيك أعطاني المسافة بين السبعة والسالب ثلاثة. شايف بتضرب لحالك مثال بسيط دغري بتلاقي الطريقة لحالك تضرب المثال يعني بتأخذ حالك عقد عقلك مش تقولي فهمها وبفهمه هي طايرة لا. فالمسافة ما بين الإكس والسالب واحد هي خلينا نسميه أنا الآن الراديوس الشيل راديوس شيل راديوس ولا الهايت هذا راديوس نصف القطر هذا هيك وبدي يدور هم يبقى برسم عقباله هاي نصف القطر مظبوط ولا لا؟ هذا مسافة برضو ضلك ارسم الحاجات هذه بتساعد الشيل راديوس حيكون لي ايش؟ اكس ناقص السالب واحد المسافة بينه حطلع لي اكس زائد واحد ضل عندي الشيل هايت هو طولها طب هذه اكس يبقى هذه اكس وواي صح؟ يبقى هذا حيجيني واي قديش هذه المسافة؟ من قاعدة الاقتران ايش بتساوي؟ 3 اكس ناقص اكس تربيع يبقى الشيل هايت تنقروا ولا فاهمين؟ طلعوا معي 3 هذا شاف عليكم تضرب على الكتاب شكل ومش واضح طيب واضح انه هذا الشيل هايت هذا ارتفاعها ايش؟ زي ما قلنا اكس وواي هاي اكس هاي واي طب الواي من هذا هذا قد ايش؟ يعني مثلا لو قلت انا هذا الاكس باثنين قديش واي؟ بروح بعوض في قاعدة الاقتران هعوض هيك مظبوط ولا لا؟ طيب لما تكون اكس باكس قديش واي؟ 3 اكس ناقص اكس تربيع صح؟ يبقى هاي الشيل هايت وهي الشيل هايت يبقى بدي اقول الفوليوم بده يساوي التكامل من صفر لثلاثة لانه الاكس قيمها تتراوح ما بين الصفر والثلاثة صحيح؟ لمين؟ لاثنين واي في مين؟ اللي هي الشيل راديوس اكس زائد واحد في مين؟ 3 اكس ناقص اكس تربيع كله دي اكس بروح بضرب هذول الاثنين في بعض بفك قواس التوزيع اكس 3 اكس اكس في ناقص اكس تربيع واحد هان وواحد هان بصير مقدار بولينوميال تنين حدوده بكملها وبنعوض لحد العلوي ولحد والتلخيص او القاعده هي نشوف الخطوات كمان مره نقراها ونطبق على الرسمه اللي على اللوح قال ارسم المنطقه المحدده رسمنا المنحنى وحددنا حدود التكامل لحالها اجت اللي جبنا الاقتران وسويناه بالصفر عشان اعرف وين بقى لانه اتفق هو شرط في التعريف ان كل اقتران يقع فوق محور اكس صح ارسم قطعه مستقيمه توازي محور الدوران وايش كمان وتقطع المنطقه المحدده عند طرفي القطعه يعني القطعه اللي انا رسمتها تقطع المنطقه عند الطرفين من بدايتها لاخرها فاش اعمل لهنا بس او من هنا هيك شوي او هان او اعملها مره ما ينفعش بعد هيك حدد ارتفاع القطعه قديش وبعدين هذا بكون الشيل هايت بعدين حدد بعد القطع عن محور الدوران بكون الشيل راديوس وبعدين بنطبق القطع نشوف المثال اللي بعده The region bounded by هذا نفس المثال اللي حلنا قبل شوية وكان دوران حول محور X نشوف هنا ايش بقول آخر مثال ولا قبل الأخير. طيب the region bounded by the curve y تساوي جذر x the x axis and the line y تساوي x تساوي 4 يبقى عندي y تساوي جذر x وال x axis و x بتساوي 4 هاي حدود المنطقة ماشي هل يمكنك ان تكون
لا لا بتلاقوا مواصفات انتوا اي سؤال بغلبكم بس كمان ممتازين ممتازين. طيب خلينا نشوف هذا بعدين الأسئلة كويسة بس ما عندي شوف نتفاهم بعدين مو قصدي احنا مش احنا طيب طيب خلاص بعدين بعدين نشوف المنطقة اللي عندنا الحين انا عندي ايش؟ جذر اكس هاي المنحنى وبحور السينات واكس بتساوي 4 هذا 4 هذه معادله اكس بتساوي 4 هذا معادله واي بتساوي جذر اكس وهذا معادله واي بتساوي 0 مضبوط بحور السينات لو بدنا اياها هذه المنطقه بدها تدور حول مين is revolves about the y axis هي محور الدوران يبقى انا ايش اعمل ارسم قطعه في المنطقه توازي محور الدوران اذا بدي ارسم تبعد مسافه قديش اكس يبقى هذه المسافه هذا هتجيني واي صح هذه المسافه قديش اكس ليش بتمثل الريديس ولا الهايت ريديس وهذه المسافه هايت خلص يبقى من هذا طب الاكس تتراوح بين مين ومين الصفر الرابع من الرسم خلص من غير ما تقول لي عارف من غير هيك بدك تساوي هذه مع هذا وهذه مع هذا وتجيب لي حدود التكامل هي الصفر وهذه حط على اربعه وهذه ايش؟ هذه اربعه واثنين اكيد صح؟ ناخذ قطعه هاي حدود المنطقه اذا حطيت لي هالاربعه صفر خلص ما فيش داعي للحل يعني قصدي للتوضيح من وين اجى الان بدنا نقول الفوليوم او نقول الشل راديوس بعد القطعة اللي رسمناها على محور الدوران هاي محور الدوران حوالين واي يساوي قد ايش؟ اكس الشل هاي يساوي واي ولا لا؟ هو ارتفاع هذي واي اللي بتسوي لنا جذر اكس اذا الفوليوم يساوي التكامل من 0 ل 4 ل 2 باي في اكس في جذر اكس دي اكس x في x اس نص x اس واحد ونص x اس ثلاثة على اثنين بكملها اثنين باي وخمس وبعوض مرة بالأربعة ومرة بالصفر تمام؟ هتظلل المنطقة رسمنا قطعة تقطع المنطقة وتوازي محور الدوران في الديسك عمودي على محور الدوران وبنشوف قد ايه هو الديسك تبع الديسك بس يجيب الراديوس مش قلنا نجيب مساحة المقطع خلاص في الديسك كان بيقول هذا الوقت تخوفش يعني الديسك اوكي نشوف اخر مثال the region bounded by the curve y تساوي جذر x the x axis and the line نفس الشروط نفس السؤال نفسه and the line x تساوي 4 is revolved about the x axis الان الدوران صار حول محور الحين صار horizontal axis المحور الافقي الان قال لك في الملاحظه we replace the x's by y's يعني بدل ما نقول من x تساوي 0 ل x تساوي 4 نقول من y بتساوي ل y بتساوي هذه بنجيبها بدل ما هي من x نجيبها من y وهذه من y وهذه من y تمام؟ نقول نفس المنطقه هذه المحصوره دارت حول مين؟ محور y محور x يبقى هذا بطلنا كل هذا الكلام المفروض خليته في الناس والشباب هاي المنحنيات قدام هاي الابعاد كلها هيك تمام 100% هذه النقطه قديش 4 و2 كنقطه انزل الان بدي ارسم الدوران حول محور اكس بدي ارسم قطعه تقطع المنطقه وتوازي محور اكس يبقى حاجي ارسم قطعه تقطع المنطقة توازي محور X الآن الدوران حول محور X افرضي أخذت هذه طبعا هذه نقطة 4 هذا 4 السين 4 الصادق قديش طلعنا صح؟ أيوة هذه النقطة احنا دائما بناخذها X و Y هذا X وهذا إيش؟ Y المفروض أنا باخذ هذا Y وبرسم قطعة الآن دور الأكس صح؟
انا مش مشكله هذه نقطه 10 ذاتياتها اكس وواي، يبقى هذا الاحداثي 4 وواي كنقطه. طيب الان الرادياس هي الرادياس لانه هذا اللي يدور هيك برضه زيها بصير هاي جسم الاسطواني، الرادياس واي. يبقى الرادياس بقول له الشبر رادياس سوى خلص ضل عندي الشيل هاي اللي هو طول هذه القطعة. طب طول القطعة هذه هو منها لها اللي هي 4 ناقص اكس. طب انا بديها بدلالة واي الاكس هذه ايش بتساوي دلالة واي؟ للمنحنى ها. طبعا هذه اكتبي لي دلالة واي واي تربيع واي صح. يبقى بدل اكس احط ايش؟ واي تربيع اي الشيل هاي. طب الواي هذه تتراوح بين مين ومين؟ صفر واثنين. انا بدي الواي، انا بدي احكام من دي واي مش دي اكس، مش بالنسبه لاكس من صفر لاربعه، بدي كان بالنسبه لواي من صفر لاثنين صح؟ يبقى احنا الاصل بعد ما رسمت القطعه او قبل ما ارسم القطعه المفروض اخذ واي ها وارسم عقبالها القطعه. لا بس القطعه لازم تيجي وين؟ على المنطقة المظللة، ماليش براها. هذه القطعة بدي احسب قديش تبعد عن محور الضمان سواء هان او هان او هان كل واحد وقديش طولها لانه هيعطيني الهاي. طولها المسافة ما بين الأربعة والإكس. اكتبتها بالإكسات وبعدين عوضتها عن إكس بدلالة واي لأن النقطة أصلا تقع على هذا المنحنى. وبالتالي يبقى الفوليوم حيساوي التكامل من صفر مجرد ما كتبت اثنين خلص هي الشيء. هذا السؤال من وين اجى؟ ال 2 باي في مين؟ الشيل راديوس واي، الشيل هايت 4 ناقص واي تربيع، كلها دي واي وبالكامل وبالطبع واضح؟ طيب عندها اي سؤال تسأل قبل ما نخلص؟ طيب انا معلش ضايل معنا وقت ها ضايل معنا ولا حاجه انا عشان التمارين بس عشان التمارين وانا بقلب هيك شفت سؤال اللي انا شفت فيه ساين 2 ساين اكس وابصيش المنحنى الاقتران وطب ما نشوفه طلعوا صفحه 117 احنا خلصنا المحاضره خلصنا بس عشان اشوف ليش احنا بدكم الامثله بس ليش نخاف من الاسئله نشوف نشوف هذا المثال شوفوا صفحه 117 صفحة 117 بس سؤال اثنين سؤال اثنين الاكسرسايز واحد له ست فروع السؤال اثنين له فرعين واحد واثنين فرعين مظبوط بقول لي find the volume of the solid generated by revolving the region about the given line خليك معي سؤال رقم اثنين سؤال اثنين له فرعين واحد واثنين صح؟ انا اخذت الفرع الثاني بده حجم الجسم الناتج من دوران المنطقة المعطاة في السؤال